السلام عليكم. معانا فيديو النهاردة فيه أفكار جديدة ومختلفة عن استخدام الزراير سواء في الملابس سواء في البيت. أفكار مذهلة جدا يا جماعة، يلا بينا نشوفها مع بعض. العباية اللي قدامنا دي، شوفوا لما تحط عليها الزراير بألوان مختلفة وأحجام مختلفة على الصدر اديتها انطباع جديد تماما. كذلك معانا التيشيرت الاصفر ده لما اتحط عليه على النص كم بتاعه وعلى الصدر الوان مبهجه جدا من الزراير اديتها منظر تماما مختلف. معانا السويتر الاسود، الزراير بتدي انطباع مختلف تماما عن الجبير عن التطريز، بتدي اختلاف تماما لان ليها الوان مختلفة، ليها احجام مختلفة، ليها اشكال مختلفة. فكل واحد وابتكاراته، كل واحد على حسب ما تفكيره وذوقه يجيبه. شوفوا هنا برضو لما اتحط الزراير الابيض بالورب على التيشيرت الاسود. هنا الصورة دي انا حطاها مجرد يعني شوفوا كمية الابتكار اللي وصلوا ليه ان هم يستخدموا الزراير. فكرة ان نعمل بالزراير ميكي ماوس كده على تيشيرت الاطفال فكرة حلوة جدا، وادت منظر مختلف ومبهج للتيشيرت بتاع الطفلة. فكرة ان احنا نطرز بالزراير، يعني بدل ما يبقى الوردة دي بالخيط، لا احنا عملناها بالزراير، فادت برضو شكل وانطباع مختلف تماما. عندنا هنا البلوزة دي زيتي، طبعا لما تحط عليها الزراير بالصف ده كده على الرقبة اهي البرتقاني، طبعا الالوان لايقة على بعض، فاديتها برضو منظر مختلف غير لما تبقى سادة. برضو الابتكار بتاع الزراير يا جماعة وصل لان احنا بنحط الزراير على القاعدة بتاعة الكاس بتاع العصير، شوفوا ادت منظر برضو حلو جدا مختلف. هنا برضو على الصدر بتاع البلوزة دي تنسيق الزراير والوانها ماشية جدا مع البلوزة. بنطلون الجينز نهايته بتاع الاطفال ممكن يتحط عليه برضو زراير بالتنسيق ده، بتدي برضو منظر مختلف خالص. هنا برضو عندنا يعني شوفوا البرتوفي ده، البيبي بلو والبيبي بينك جد الواناتهم تحفة. ده انا مش عارفة ده ايه، بس يعني انا اعتقد ان اللي عملها تعب فيها، يعني ابتكار جديد. ممكن برضو نستخدم الزراير في تابلو زي كده، فكرة برضو حلوة جدا صراحة وسهلة. برضو نستخدم الزراير في ان احنا نعمل انسيال، طبعا الوان حلوة بتاعت الزراير الوانها مبهجة. استخدام الزراير كمان وصل ان احنا نعمل سطح الترابيزة بتاعتنا او الكوميدينو بتاعنا بالشكل ده، جميل جدا ومنظر مختلف جدا عن المعتاد، يعني عن المعتاد اللي بيبقى موجود في كل بيت. هنا برضو الترابيزة دي معانا، هنا برضو شوفوا الزراير عملوا بيها كمان اباجورات، طبعا ليها اشكال كتير جدا وافكار كتير جدا. هنا تطريز، يعني بدل ما نطرز برضو فكرة فازة الورد دي بالخيط، لا تنسيق الزراير اديتها منظر مختلف تماما. على الجنب بتاع الياقة بتاعت البدلة تحط الزراير بالمنظر ده، برضو ادت شكل مختلف وحلو. ده تابلو طبعا اللي عمله فنان صراحة في اختيار الالوان وفي الرسمة، ابتكار حلو جدا. ده برضو تابلو تاني لزهرة عباد الشمس، طبعا اللي عملها تعب جدا فيها وفي الاخر اديته نتيجة مبهرة. معانا هنا برضو ابتكار جديد لاستخدام الزراير يا جماعة ما بينتهيش. هنا برضو استخدام الزراير على كعش الدنان على الصدر بتاع فستان الطفلة،
هنا برضو على الصدر بتاع البلوزة بالمنظر ده كده، عبارة عن سراجة ونهايتها الزرار. وصلت كمان الزراير يا جماعة على نهاية الفوطة، زي كرز، زي عود عنب، حلو جدا. هنا على التيشيرت بتاع الطفلة الشجرة، الورد بتاعها والثمار بتاعتها هي الزراير. نستخدمها برضو كإطار للصورة. شوفوا هنا التيشيرت برضو الزراير اديته منظر مختلف خالص. طبعا الفكرة في ان تنسيق الالوان، افكار جديدة وكتير بصراحة في استخدام الزراير. اسيبكم تكملوا بقية الفيديو بافكار جديدة، ويا رب تعجبكم، ولو حتى تطلعوا بفكرة بسيطة منها. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك، وشكرا.